السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello future CMAs, how are you doing? I hope you're doing great. This is Shadi Ali and today we're going to wrap up Unit 4 starting with question number 91. Hanan Industry has recently developed two new products, a cleaning unit for video desks and a disk duplicator for reproducing movies taken with a video camera. However, Hanan has only enough capacity to introduce one of them during this year. The following information was gathered to assist in making the decision, and the costs included in Aaron's fixed overhead are joint costs, committed costs, opportunity cost, or prime cost. هو هنا مدينا داتا عن شركة اسمها هارون بيقول لنا ان هم عملوا development لمنتجين جداد بس ما عندهمش capacity غير ان هم يقدموا منتج واحد منهم بس. هو مدينا داتا عن المنتجين علشان نقدر نحدد المفروض نختار انهي منتج. بس هو هنا في السؤال ده بغض النظر عن كل الداتا اللي مقدمها دي هو بس طالب مننا نعرف الفيكسد اوفر هيد اللي موجوده دي تعتبر انهي نوع من انواع التكاليف، هل هي جوينت كوست ولا كوميتد كوست ولا اوبورتيونيتي كوست ولا برايم كوست؟ And the correct answer is B, committed cost. طبعا زي ما احنا شرحنا في الفيديوهات اللي فاتت الكوميتد كوست هي الكوست اللي انا بدفعها في الاول وبحدد بيها الكاباسيتي بتاعتي وما بقدرش بسهوله ان انا اغيرها بعد كده، وده طبعا بينطبق على الفيكسد اوفر هيد. الجوينت كوست زي ما احنا عارفين هي التكاليف المشتركه لما بكون بنتج اكتر من منتج، والاوبورتيونيتي كوست برضو شرحناها اكتر من مره هي التكلفه تاني افضل بديل انا ممكن اخده، والبرايم كوست زي ما احنا عارفين هي الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر. Question number 92: A cost that may be eliminated by performing an activity more efficiently is a opportunity cost, avoidable costs, cost driver, or indirect cost. أنا بيقول لنا التكاليف اللي أنا أقدر أستبعدها بسهولة أو إن أنا أقللها عن طريق إن أنا أعمل activity بطريقة أفضل هي إيه؟ الـ opportunity cost ولا الـ avoidable cost ولا الـ cost driver ولا الـ indirect cost؟ And the correct answer is, of course, it's B, avoidable costs. طبعا هو من تعريف الـ avoidable cost هي التكاليف اللي انا بقدر اتفاداها او اقدر استبعدها لو انا ما عملتش نشاط معين او انا عملت نشاط معين بطريقه افضل، والافويدبل كوست زي الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر. Question number 93: Spoilage that is not expected to occur under normal efficient operating conditions is considered abnormal spoilage, actual spoilage, normal spoilage, or residual spoilage. And the correct answer is of course abnormal spoilage. زي ما احنا عارفين ان السبويلج نوعين، في منها normal spoilage اللي هي بتخش في production cost وفي abnormal spoilage اللي هي بتروح على period cost على طول. وهو هنا بيقول لنا السبويلج اللي المفروض ما بتحصلش تحت normal efficient operating ايه هي طبعا abnormal spoilage. normal spoilage ده هي تعريفها اصلا، normal spoilage تعريفها ان هي السبويلج اللي بتحصل under normal efficient operating condition. Question number 94: Products of relatively small total value that are produced simultaneously from a common manufacturing process with products of greater value and quantity are scrap, byproducts, waste, or abnormal spoilage. Okay, أنا لما بكون عندي عملية إنتاجية معينة أنا بعملها وبيطلع منها عدة منتجات بينفصلوا في نقطة معينة بتتسمى الـ split off point. ساعات مع المنتجات دي بيطلع منتجات تانية أو منتج تاني بتكون قيمته ضئيلة أو ضعيفة جدا بالنسبة لباقي المنتجات، وده غالبا يا إما بيبقى ويست بيترمي يا إما بنبيعه بقيمة صغيرة، وهو ده بيبقى اسمه الباي برودكتس. فالباي برودكتس هو الوحيد من ضمن الاختيارات دي اللي هو بيرتبط أصلا بالكومن مانيفاكتشرنج بروسيس أو التكاليف المشتركة، أو لما أنا بكون بصنع منتجات كذا منتج مع بعض بعملية واحدة. طبعا السكراب زي ما احنا عارفين هو الماتيريال اللي بتفضل بعد العملية الانتاجية وبقدر اعمل لها ريورك او بقدر ابيعها، والويست هي الماتيريال اللي بتفضل بعد العملية الانتاجية وما بقدرش اعمل فيها حاجة، والابنورمال سبويلج هو المنتج النهائي اللي بيطلع وبيبقى ديفكتد معيب وبيبقى خارج طبعا النورمال سبويلج او اللي هي الكمية اللي انا بسمح ان انا اتحملها في خلال العملية الانتاجية. Question number 95: A company produces stereo speakers for automobile manufacturers. The automobile manufacturers reject approximately 3% of the stereo speakers received as being of unacceptable quality.
The company inspects the rejected speakers to determine which ones should be reworked and which ones should be discarded. The discarded speakers are classified as waste, scrap, spoilage, or rework costs. هو انا بيقول لنا ان الشركه بتاعتنا بتعمل سبيكرز لشركات صناعه السيارات، والشركات صناعه السيارات اللي بتاخد مننا السبيكرز دي غالبا بترفض 3%، بالتقريب بترفض 3% من السبيكرز بتاعتنا على انها ان اكسبتبل كواليتي او الكواليتي بتاعتها ضعيفه غير مقبوله. فبعد كده الشركه بتاعتنا بتبدا تفحص السبيكرز دي وتشوف انهي فيهم ينفع يتعمل له ريوركت، يعني نعمل له تعديلات ونرجع له اب تو كواليتي، وانهي فيهم يبقى ديسكاردد ما نقدرش نعمل فيه حاجه. وبيسالنا الديسكاردد دولز اللي احنا مش هنقدر نستفاد منهم يعتبر هو ويست ولا سكراب ولا سبويلج ولا ريورك كوستس. And the correct answer is C, spoilage. ممكن ناس تتلخبط هنا برضو وتختار الويست، وانا زي ما قلت لكم قبل كده يا جماعه الويست والسكراب دول متعلقين بالماتيريال، بالرو ماتيريال اللي انا بستعملها في بدايه البرودكشن اللي بيفضلوا بعد عمليه الانتاج ما تخلص. وقلنا ان السكراب هو اللي انا بقدر ابيعه او استعمله، والويست هو اللي انا ما بقدرش استعمله. انما السبويلج زي ما قلت لكم برضو هو المنتج النهائي، مش الرو ماتيريال، المنتج النهائي اللي بتبقى الكواليتي بتاعته مش مظبوطه، وبيبقى نوعين نورمال سبويلج او ابنورمال سبويلج بغض النظر هو انهي نوع. فطبعا المنتجات النهائيه اللي هي ان اكسبتبل كواليتي طالما مش هتعمل لها ريورك يبقى هي دي هتبقى سبويلج، وبعد كده هنقرر بقى هي نورمال في ضمن الحدود المسموح بيها ولا ابنورمال. Question number 96. A joint process is a manufacturing operation yielding two or more identifiable products from the resources employed in the process. The two characteristics that identify a product generated from this type of process as a joint product are that it is identifiable as an individual product only upon reaching the split off point, and it has relatively minor sales value when compared to the other products. Is identifiable as an individual product before the production process, and it has relatively significant physical volume when compared with the other products. Is identifiable as an individual product only upon reaching the split off point, and it has relatively significant sales value when compared with the other products. Has relatively significant physical volume when compared with the other products, and it can be sold immediately without any additional processing. طبعا هنا بيتكلمنا على الجوينت بروسيس او عمليه الانتاج المشتركه اللي زي ما كنا بنتكلم عنها من شويه، اللي بيطلع منها منتجين او اكتر منفصلين عن بعض. وبيقول لنا ايه خصائص المنتجات اللي انا بعتبرها جوينت برودكت في الحاله دي. تمام، هل هي اللي بتبقى انديفيديوال يعني بتنفصل عند السبريت اوف بوينت وبتبقى قيمه المبيعات بتاعتها قليله مقارنه ببقيه البرودكتس، ولا اللي بتبقى individual قبل البرودكشن بروسيس والقيمه بتاعتها الفيزيكال فوليوم الكميه بتاعتها بتبقى كبيره مقارنه ببقيه البرودكتس، ولا اللي بتبقى identifiable بقدر احددها عند السبريت اوف بوينت وبتبقى قيمه المبيعات بتاعتها كبيره مقارنه ببقيه المنتجات، ولا اللي بيبقى كميتها كبيره مقارنه ببقيه المنتجات وينفع تتباع immediately بدون ما اعمل عليها اي اضافات. And the correct answer is C is identifiable as an individual product only upon reaching the split off point, and it has relatively significant sales value when compared with the other products. طبعا الفرق بين الجوينت برودكت والباي برودكت زي ما قلنا الجوينت برودكت الفاليو بتاعته significant sales value، الفاليو بتاعته كبيره قيمه المبيعات بتاعته، مش كميته، مش شرط ممكن يكون الباي برودكت كميته اكتر بس قيمه المبيعات بتاعته قليله. فالشرط اللي هو يتحقق بيها ان هو البرودكت يبقى جوينت برودكت، اولا ان هو بيبقى بينفصل عند السبريت اوف بوينت، طبعا مش قبل البرودكشن ولا بعد البرودكشن، عند السبريت اوف بوينت بالظبط المفروض بتنفصل المنتجات. والتاني شرط ان هو تكون قيمه المبيعات بتاعته كبيره جدا مقارنه ببقيه المنتجات التانيه اللي هتطلع. فطبعا ايه هنا لو انت بصيت لي ايه ان هو identified only reach upon reaching the split off point and has relatively minor sales value، دي ده تعريف الباي برودكت، وسي طبعا هي تعريف الجوينت برودكت. Question number 97. Abnormal spoilage cannot occur when perfection standards are used, is not usually controllable by the production supervisor, results from unrealistic production standards, is not expected to occur under efficient operating conditions. بيسألنا عن abnormal spoilage.
وبيقول لنا هل هي ما ينفعش تحصل لما بنكون حاطين perfect standard، ولا ما المانجرز او السوبرفايزر المشرفين ما بيقدروش يتحكموا فيها، ولا بتنتج نتيجة ان احنا بنحط ستاندرد unrealistic غير معقولة، ولا المفروض ما تحصلش under efficient operating conditions. And the correct answer is D, of course, is not expected to cure under efficient operating conditions. طبعا الاجابات التانية كلها غلط، دي باللوجيك يعني. هي الابنورمال سبويلج، هي السبويلج اللي بتحصل خارج حدود النورمال efficient operation. فطبعا بالنسبة لإيه هي ممكن ما بتحصلش under perfection standard؟ لا هتحصل. ايه هو ان انا لما احط معنى ان انا حطيت perfect standards مش معنى كده ان انا مش هعمل abnormal spoilage، مش شرط، ممكن اعمل برضه abnormal spoilage. وبي طبعا لا، هو السوبرفايزر المفروض ان هو يقدر يتحكم في الابنورمال سبويلج، النورمال سبويلج هي السوبرفايزر ما يقدرش يتحكم فيها. وسي لا، هي ما بتحصلش نتيجه الانرياليستيك ستاندردز، هي بتحصل نتيجه حاجات كتيره، ممكن اهمال من العمال او الرو ماتيريال نفسه في مشاكل او وات ايفر. فدي طبعا هتبقى هي الاجابه الصحيحه. Question number 98. Glycinco has two products, a frozen dessert and ready to bake breakfast rolls ready for introduction. However, plant capacity is limited and only one product can be introduced at present. Therefore, Glycinco has conducted a market study at a cost of 26,000 to determine which product will be more profitable. The results of the study follow. The cost associated with the two products has been estimated by Glycinco cost accounting department and are as follow. The advertising expense estimated by Glycinco for the introduction of the new products is an example of a. Okay. هو انا مدينا شركه اسمها جليسون عندها تو برودكتس، واحد الديزرت وواحد تاني بريكفاست رولز، ومدينا هنا الداتا بتاعت الاستادي اللي احنا عملناها ماركت ستادي، عملناها كلفتنا 26,000، اديتنا داتا معينه عن الكميه اللي احنا ممكن نبيعها والبروبابيلتي الاحتماليه بتاعتنا. وبعد كده بيقول لنا الكوست اكاونتنج، القسم التكاليف عندنا حسب برضو التكاليف بتاعت كل عنصر، الماتيريال والدايركت ليبر والفاريبل اوفر هيد برودكشن والادفرتايزنج. وبعد كده بعد كل الكلام ده في الاخر بيسالنا تكاليف الادفرتايزنج اللي احنا هندفعها لما نيجي نقدم اي منتج من دول، تعتبر انهي نوع من انواع التكاليف، هل هي conversion ولا discretionary ولا committed ولا opportunity. And the correct answer is of course B, discretionary cost. زي ما قلنا قبل كده discretionary cost زي الادفرتايزنج وزي الريسيرش اند ديفلوبمنت، هي التكاليف اللي بيبقى فيها uncertainty او ما بيبقاش متاكد من النتيجة بتاعت التكاليف اللي انا هدفعها. يعني انا ممكن ادفع 30,000 في الادفرتايزنج، بس هيعود عليا الكلام ده بسيلز قد ايه؟ هيعود عليا باويرنس للكمباني بتاعتي قد ايه؟ ريبيوتيشن قد ايه؟ ما اقدرش احدد قبل ما ادفع الفلوس، ما اقدرش احدد الا لما نتيجة الحملة الاعلانية بتاعتي تظهر. طبعا هي مش كونفرجن كوست، كونفرجن كوست هي الدايركت ليبر والاوفر هيد، والكوميتد كوست زي ما قلنا التكاليف اللي احنا بنبقى ملتزمين ندفعها وما بنقدرش نغيرها، ودي غالبا بيعرفها الفيكسد كوست او فيكسد اوفر هيد. والاوبورتيونيتي كوست شرحناها اكتر من مره مش محتاجين نشرحها تاني. question number 99. A company is attempting to determine if there is a cause and effect relationship between scrap value and output produced. The following exhibit presents the company's scrap data for the last fiscal year. The company's scrap value in relation to the standard dollar value of output produced appears to be variable cost, fixed cost, semi-fixed cost, or unrelated to the value of output. هو مدينا النتيجة بتاعت قيمة الـ output بتاعنا، المنتج النهائي بتاعنا، وبيقول لنا نسبة الـ scrap اللي فيه قد إيه. طبعا إحنا عارفين الـ scrap هي الماتيريال اللي بتفضل بعد عملية الإنتاج وبقدر أبيعها أو أستعملها تاني، أستعملها في حاجة تانية يعني. وبيقول لنا العلاقة بينهم بتوضح لك إن الـ scrap دي إيه، هل هي variable cost تعتبر مع الـ output ولا fixed cost؟ ولا سيمي فيكسد ولا unrelated مفيش علاقة بينهم. And the correct answer is D, unrelated to the value of output. لو انت حاولت تطبق اي حاجة على القيمة بتاعت السكراب مع الفاليو هتلاقيها هي فعلا مفيش اي علاقة بينهم. يعني الفاريبل زي ما احنا عارفين هي بتزيد مع زيادة الانتاج وبتبقى ثابتة بير يونت. فانت هنا لو لاحظت 4.5 عند 1500 سيبنا 1650 راحت قلت 2.5، نقصنا تاني 1600 راحت زادت بقت تالت، فمعنى كده ان هي مش فاريبل كوست. والفيكسد هي فيكسد ان توتال، وطبعا هي مش فيكسد ولا سيمي فيكسد، لان السيمي فيكسد المفروض الجزء الفيكسد بتاعها بيقل مع زياده الانتاج، والجزء الفاريبل بتاعها بيبقى ثابت بير يونت، فالمفروض ان هي تزيد. بس هنا لو لاحظت هتلاقي
ما فيش أي علاقة، يعني شوية 2.5 شوية 5.5 وتزيد وتقل وتنقص، ما فيش أي علاقة بينهم. فطبعا الإجابة دي هي الإجابة الصحيحة. Question number 100. A firm calculates that its annual cost to hold excess goods in order to avoid any chance of running out of inventory is $50,000. This $50,000 is an example of a prime cost, quality cost, carrying cost, or stockout cost. أقول أن الشركة بتحسب التكاليف السنوية بتاعتها علشان تشيل inventory زيادة، علشان ما تخاطرش إن هي في أي وقت الانفنتوري يخلص من عندها، إن التكاليف دي 50,000. فبقول لها ال 50,000 دي تعتبر إيه؟ prime cost ولا quality cost؟ ولا carrying cost ولا stock out cost. And the correct answer is of course C, carrying cost. هي ال carrying cost دي تكاليف الاحتفاظ بالمخزون. فهو من راس السؤال هو بيقول لنا ان احنا حسبنا ان احنا هنحتاج تكاليف عشان نشيل مخزون زيادة 50,000، فدي طبعا تعتبر carrying cost. ال prime cost زي ما احنا حفظنا خلاص هي direct material و direct labor، وال quality cost هي التكاليف اللي انا بدفعها علشان احقق مستوى معين من الجودة، والستوك اوت كوست هي التكاليف مش التكاليف هي المبيعات اللي انا بخسرها، تكاليف المبيعات اللي انا بخسرها لما ما يكونش عندي انفنتوري كفاية، من اسمها ستوك اوت، يعني الستوك بتاعي يخلص. فنفترض ان انا مثلا علشان ما كانش عندي ستوك معين، فانا خسرت مبيعات مثلا كانت المفروض تجيب لي بروفيت ب 100,000، فال 100,000 التكاليف دي انا اتحملتها عشان انا ما كانش عندي انفنتوري، فدي اسمها الستوك اوت كوست. Question number 101. Which one of the following alternatives correctly classifies the business application to the appropriate costing system? Job order, job costing system, or process costing system, wallpaper manufacturer, or oil refinery, aircraft assembly, or public accounting firm, paint manufacturer, or retail banking, print shop, or beverage manufacturer. هو هنا بيقول لنا انهي تصنيف من دول الصحيح اللي بيفصل بين البروسيس كوستنج والجوب اوردر كوستنج. المفروض انتوا عارفين ايه الفرق بين البروسيس والجوب اوردر. And the correct answer is D, print shop for job order costing, و beverage for process costing system. طبعا الفرق بين الجوب كوستنج والبروسيس كوستنج بينحصر في ان الجوب كوستنج بتبقى مناسبة اكتر للمنتجات اللي مش متشابهة ومش وما لهاش مراحل انتاجية محددة ومعروفة. البروسيس كوستنج بتنفع اكتر لو انا بنتج منتجات متشابهة، نفس المنتج كل المنتجات شبه بعض وبتعدي بمراحل انتاجية محددة ومعروفة. فعلشان كده لو بصينا للنمبر ايه، الوول بيبر مانيفاكتشر، واحد بيصنع ورق حائط، فطبيعي كل ورق حائط اللي هيعمله مش هيعمل لكل عميل ورق حائط مخصوص ليه، هو بيبقى بيعمل منتجات معينه اشكال معينه وهي دي اللي بيبيعها، وده طبعا يمشي مع اكتر البروسيس كوستنج. الاور ريفاينري نفس الكلام، لو انا مشتقات البترول وكده لو انا بعملها، فانا ما عندي بروسيس معينه بمشي عليها، فده طبعا يمشي مع البروسيس كوستنج اكتر. بالنسبه للبي الاير كرافت اسمبلي، لو انا بعمل طيارات فدي طبعا اكيد انا مش بعمل طيارات وخلاص، لا ساعتها هيمشي معاها الجوب اوردر كوستنج، انا بعمل طيارات لجهات معينه بمواصفات معينه فهشتغل بالجوب كوستنج. والبابليك اكاونتنج فيرم، لو انا شركه مراجعه خارجيه برضو كل عميل انا بتعامل معاه بيبقى ليه مواصفات معينه ومتطلبات معينه وليه تكاليف معينه وبيبقى ليه ربح معين وريفينيو معين، فاكيد برضو هتعامل معاه بالجوب اوردر كوستنج. بالنسبه لسي البينت مانيفاكتشر، لو انا شركه بتصنع دهانات اكيد طبعا مش هشتغل جوب اوردر، مش كل عميل هطلع له دهان مختلف، هو انا بعمل الالوان كلها وكل عميل بعد كده يختار اللي هو عايزه، فهنا نسيبها البروسيس كوستنج. والريتيل بانكينج دي اللي يناسبها الجوب اوردر كوستنج، المنتجات البنكيه طبعا كل عميل بيبقى ليه برضو متطلبات خاصه وحاجات خاصه، فدي بيناسبها الجوب اوردر كوستنج. بالنسبه لدي هي الإجابة الصحيحة البرنت شوب، ده لو أنا بطبع فده أكيد هشتغل بالجوب أوردر كوست، لأن كل عميل بيجي لي بيبقى عايز يطبع حاجة معينة. والبافريج مانيفاكتور، لو أنا بعمل مشروبات فأكيد هشتغل بالبروسيس كوستنج، لأن أنا كل المنتجات اللي هعملها هتبقى شبه بعض وأكيد مش هعمل لكل عميل مشروب خاص بيه. Question number 102. Which one of the following is least likely to be involved in establishing standard costs for evaluation purposes? Budgetary accountants, industrial engineers, top management, quality control personnel.
هو ده بيسألنا مين حد من دول، من الأربع أشخاص دول يعني ممكن يبقى أقل واحد إن هو يخش في عملية الستاندرد كوستنج، إن هو يحدد التكاليف المعيارية للمنتج بتاعنا. هل المحاسبين بتوع البادجت ولا المهندسين اللي بيشتغلوا في الأوبريشن، ولا التوب مانجمنت الإدارة العليا، ولا الكواليتي كنترول الناس بتوع رقابة الجودة؟ And the correct answer is C top management. طبعا دي لوجيك جدا، اكيد مش هجيب السي او او واقول له خش في عمليه حسابه الستاندرد كوست وحدد لنا التكاليف ايه، مش منطقيه يعني. انما المحاسبين بتوع البادجت اكيد بيخشوا في العمليه عشان يعملوا البادجت بتاعتهم، والانجينيرز المهندسين هم اللي المحاسبين بيقعدوا معاهم عشان يعرفوا كل عمليه وكل عمليه كل مرحله في العمليه الانتاجيه بتتكلف ايه وبتحتاج ايه، والكواليتي كنترول ورقابه الجوده نفس الكلام بيبقوا برضو موجودين عشان بيحددوا الستاندر كوست حسب معايير الجودة المحددة اللي احنا عايزينها. Question number 103. In target costing, the market price of the product is taken as a given. Only raw materials, labor, and variable overhead cannot exceed a threshold target. Only raw materials cannot exceed a threshold target. Raw materials are recorded directly to cost of goods sold. بيقول لنا في التارجت كوستنج، نظام التارجت كوستنج، هل الماركت برايس بيبقى جيفن عندنا ولا الرو ماتيريال والليبر والفاريبل اوفر هيد ما ينفعش يعدوا تارجت معين، ولا الرو ماتيريال هي بس اللي ما ينفعش تعدي تارجت معين تكلفه معينه يعني، ولا الرو ماتيريال بتتسجل دايركتلي تو كوست اوف جود سولد. And the correct answer is A, the market price for the product is taken as a given. التارجت كوستنج يا جماعه هو احنا بنستعمله لما يكون الماركت برايس عندنا اوريدي معروف ومحدد وانا ما اقدرش اغيره، يعني مش انا اللي بحدد الماركت برايس، الماركت برايس اوريدي محدد، وده غالبا بيحصل في الصناعات اللي بيبقى فيها بيرفكت كومبيتيشن، فاوريدي في شركات كتير شغاله والسعر محدد، زي مثلا تقدر تقول البسكوت وصناعات المياه المعدنيه وصناعات المياه الغازيه والحاجات دي. انت لو جيت تدخل فانت اكيد مش هتقدر تعلي عن السعر الموجود، لان اوريدي في منتجات كتير جدا بنفس السعر وفي تنافس كبير بينهم، فانت الماركت برايس بتاخده جيفن. فانت بتعمل ايه ساعتها عشان تقدر توبريت؟ بتاخد الماركت برايس وبعد كده تطرح منه البروفيت اللي انت محتاجه، فبتوصل بالاخر للتارجت كوست او التكاليف اللي انت المفروض ما تتعدهاش، وبعد كده بتبدا توزع التكاليف دي على عمليه انتاجيه وتشوف هل المنتج ده هيبقى بروفيتبل معاك ولا لا. فطبعا الاجابه ايه هي الصحيحه؟ ان في التارجت كوست الماركت برايس بتاعنا بيبقى جيفن. Question number 105. Which one of the following considers the impact of fixed overhead costs? Full absorption costing, marginal costing, direct costing, variable costing. هقول لنا أنهي واحد من النظم التكاليف دي بياخد في اعتباره ال fixed overhead cost. هل full absorption ولا marginal ولا direct ولا variable? And the correct answer is of course A, full absorption costing. اوكي، الفول ابزوربشن كوست طبعا زي ما احنا عارفين هو بياخد في اعتباره في حساب الكوست اوف جود سولد الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر والفيكسد اند فاريبل اوفر هيد، انما الفاريبل كوستن اون ذا اذر هاند بياخد في اعتباره الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر والفاريبل اوفر هيد بس، ما بياخدش في اعتباره الفيكسد. فدول النظامين المحاسبين الموجودين. المارجنال كوستنج هي التكاليف، انا بحسب التكاليف الزياده اللي هتحصل عليا لما انتج واحده زياده. والدايركت كوستنج هو النظام اللي انا لما باجي اخد قرار معين باخد في اعتباري المصاريف الدايركت بس، سواء كانت فيكسد او فاريبل، بس تكون دايركت للديسيجن اللي انا عايز اخده، اي مصاريف اندايركت ما باخدهاش في اعتباري. Question number 105. An accounting system that collects financial and operating data on the basis of the underlying nature and extent of the cost drivers is direct costing, activity-based costing, cycle time costing, or variable costing. هو بيقول لنا النظام المحاسبي اللي بيكولكت بيجمع الداتا فاينانشال داتا المعلومات المالية على أساس طبيعة كل داتا كل كوست، والكوست درايفر والتحديد الكوست درايفرز بتاعه هو ايه، هل هو الدايركت كوستين ولا الاي بي سي الاكتيفيتي بيست كوستين ولا السايكل تايم كوستين ولا الفاريبل كوستين. And the correct answer is B, activity based costing. طبعا
زي ما انت عارفين الاي بي سي او الاكتيفيتي بيست كوستنج هو اللي بيبدا عن طريق ان انا ببدا اجمع الداتا بتاعه الكوست كلها عن طريق ان انا احدد الناتشر او الطبيعه بتاعه كل تكلفه معينه، وبعد كده احدد الكوست درايفرز لكل كوست بول انا بحط فيه الداتا اللي انا جمعتها دي، وبعد كده ابدا ادور على طريقه تو الوكيت كل الكوست دي على الفينيشد جودز او المنتجات النهائيه بتاعتي. Question number 1.6. Harun Industry has recently developed two new products, a cleaning unit for a video desk and a desk duplicator for reproducing movies taken with a video camera. السؤال ده عدى علينا قبل كده لما كان مدينا الداتا بتاعت المنتجين اللي هو بيفكر يقدم انهي فيهم عشان ما عندوش كباستي غير ان هو يقدم واحده بس. بس المره دي بيقول لنا الفرق بين ال 99.9 اللي هو السيلينج برايس بتاع الكلينج ده وال 88 اللي هو التوتال كوست، الفرق بينهم ده يعتبر ايه؟ هل هو كونتريبيوشن مارجن ريشيو ولا جروس بروفيت ولا كونتريبيوشن ولا جروس بروفيت مارجن ريشيو؟ And the correct answer is B gross profit. طبعا الفرق بين السيلين برايس او والتوتال كوست هو الجروس بروفيت، دي معروفه. الكونتريبيوشن مارجن هو الفرق بين السيلين برايس والاول فاريبل كوست، كل الكوست الفاريبل سواء كانت مانيفاكتشرنج ولا لا. والكونتريبيوشن دي كلمه مش واضحه يعني مش محدده حاجه معينه. والجروس بروفيت مارجن هو الجروس بروفيت على السيلز، والكونتريبيوشن مارجن ريشيو هو الكونتريبيوشن مارجن على السيلز. Question number 107. A standard costing system is most often used by a firm in conjunction with management by objectives, target, hurdle, rates of return, participative management programs, or flexible budgets. قبل لنا نظام الستاندرد كوستين اللي هو انا بحدد فيه تكاليف الاوفر هيد وبعملها ستاندرد من قبل ما ابدا، واستخدم الستاندردز اللي انا حددتها دي في تحميل التكاليف الاوفر هيد على المنتجات، وبعد كده ببدا احسب الفارينس بين الاكشوال وبين الستاندردز. انا غالبا بستعمل الستاندرد كوستين ده مع انهي حاجه من دول؟ هل المانجمنت باي اوبجكتيفز اللي هو الام بي او الاداره بالاهداف بتاع المانجمنت باي اوبجكتيفز، هو ان انا بدير الشركه وبحسن اداء الشركه عن طريق ان انا بحدد اهداف واضحه انا عايز احققها، وبعد كده ببدا اعمل ايفالويشن بيزد على ان انا هل حققت الاهداف دي ولا لا. التارجت ريتس اوف ريتيرن طبعا برضه هو نفس الكلام، ان انا بحدد تارجت معين للريت اللي انا عايز اعمله الريت اوف ريتيرن بتاعي، وبعد كده بشوف بعمل ايفالويشن بشوف بيزد اون ذا بيرفورمانس هل انا حققت الريت بتاعي ده ولا لا. البارتيسيبيتيف مانجمنت بروجرامز هي البرامج اللي بتعملها المانجمنت وبتبقى بارتيسيبيتيف كل الادارات بتشارك فيها عشان نقدر نحدد اهدافنا وازاي هنقدر نكمل الشركه في الفترات اللي جايه. والفليكسيبل بادجتس طبعا زي ما انتم عارفين البادجت اللي انا بعملها في بدايه السنه وبعملها على اساس عدد من الاكتيفيتي ليفلز، لو انا هنتج 100,000 وحده هتبقى البادجت عامله ازاي، لو هنتج 200,000 وحده هتبقى البادجت عامله ازاي، وهكذا. And the correct answer is of course D flexible budgets. طبعا زي ما قلنا flexible budget هي البادجت اللي انا بعملها على عدد من الاكتيفيتي ليفلز، وببدا بعد كده احدد طبقا لكل اكتيفيتي ليفل هل انا البرفورمانس بتاعي كان كويس ولا لا. والستاندرد كوستنج دي نظام زي برضو ما شرحت لكم في السؤال، هو اللي انا بحدد التكاليف بتاعتي وبعد كده تكاليف الاوفر هيد، وببدا اختار كوست درايفرز معينه عشان احمل بيها التكاليف دي على المنتجات النهائيه، وبعد كده اقيس الفاريانسز او الكلام ده كله. فطبعا الستاندرد كوستنج دي غالبا بتبقى مرتبطه بالفليكسيبل بادجت، لان انا بحتاج اعمل فليكسيبل بادجت وبستخدم فيها الستاندرد كوست، وبعد كده بحسب الاكشوال داتا بتاعتي وابدا احلل الفاريانسز بين البادجت والاكشوال. Question number 108. Which of the following statements is true for a firm that uses variable costing? The cost of a unit of product changes because of changes in number of units manufactured, profits fluctuate with sales, and idle facility variation is calculated, or product costs include variable administrative costs. هقول لنا انهي من الجمل دي صحيح. الفاريبل كوستنج، هل تكلفة الوحدة بتتغير لما بنغير عدد الوحدات المنتجة، ولا الربح فلكتويت بيتأثر بالسيلز
بيتذبذب مع السيلز، يعني بيزيد مع زيادة السيلز ويقل مع انخفاض السيلز، ولا الايدل فاسيليتي فاريشن از كالكوليتد، ولا ان انا بحسب الايدل الطاقة العاطلة عندي، ولا ان انا البرودكت كوست تكلفة المنتج بتحتوي على الفاريبل ادمنستريتيف كوست. And the correct answer is B, profit fluctuates with sales. طبعا من ضمن مزايا الـ variable costing هو ان انا الربح بيبقى مرتبط بالمبيعات. لو انا بشتغل absorption costing ففي حالات ممكن فيها ان الربح بتاعي يزيد مع اني ما بعتش كتير، بعت اقل بس الربح زاد علشان انا انتجت كتير جدا، فبقى عندي ending inventory عالي جدا، وطبعا الفيكسد اوفر هيد بتتحط في الاندن انفنتوري ما بتروحش على البروفيت، والاندن انفنتوري بيتخصم من الكوست اوف جود سولد. فمعنى كده ان انا ممكن ازود الربح بتاعي عن طريق ان انا ازود الانتاج، بس في الفاريبل كوست الربح بيزيد بس لما بتزيد السيلز. فالاجابه بي طبعا هي الاجابه الصحيحه. Question number 109: Which method of inventory costing treats direct manufacturing cost and manufacturing overhead cost both variable and fixed as inventoriable cost? Direct costing, variable costing, absorption costing, or conversion costing. هو بيسألنا أنهي طريقة من دول بتعامل الـ direct الـ manufacturing cost والـ overhead الـ direct والـ overhead الـ variable والـ fixed بتحسبهم على إنهم inventoriable، يعني بيدخلوا في الـ cost of goods sold، بيدخلوا في الـ cost of goods sold. هل الـ direct costing ولا الـ variable costing ولا الـ absorption costing ولا الـ conversion costing؟ And the correct answer is C, absorption costing. زي ما احنا قلنا ان الابزوربشن كوست هو النظام اللي بياخد في اعتباره كل التكاليف الانتاجيه على انها انفنتوريبل، وبتروح البالانس شيت لو المنتجات دي ما اتباعتش. انما الفاريبل كوست الفيكسد اوفر هيد بيروح على البيريد كوست سواء المنتجات اتباعت او ما اتباعتش. Question number 110: The difference between the sales price and total variable costs is gross operating profit, net profit, the break-even point, or the contribution margin. إذا الفرق بين سعر البيع والتكاليف المتغيرة هو إيه؟ Gross operating profit ولا net profit ولا break-even point ولا the contribution margin? And the correct answer is, of course, D, the contribution margin. ده اللي إحنا كنا بنتكلم فيه من شوية. Contribution margin هو تعريفه الفرق بين المبيعات والتكاليف المتغيرة إجمالا. Question number 111: A difference between standard costs used for cost control and budgeted costs is A. Can exist because standard costs must be determined after the budget is completed. B. Can exist because standard costs represent what costs should be, whereas budgeted costs represent expected actual costs. C. Can exist because budgeted costs are historical costs, whereas standard costs are based on engineering studies. D. Cannot exist because they should be the same amount. هو اللي بيقول لنا الفرق بين الستاندرد كوست والبادجيتد كوست، التكاليف المعيارية والتكاليف المقدرة أو البادجيتد. هل هو واحد ممكن يحصل عشان الستاندرد كوست التكاليف المعيارية بتتحدد لازم تتحدد بعد البادجيت ما تخلص، ولا بي ممكن تحصل علشان التكاليف المعيارية بتقول لك هي التكلفة المفروض تكون ايه بالظبط، ولكن التكاليف البادجت او المقدرة هي بتمثل الاكسبكتد او التوقعات بتاعتنا للاكشوال كوست، ولا سي ممكن يحصل بينهم فرق علشان البادجت التكاليف المقدرة هي هيستوريكال كوست قديمة، والستاندرد كوست ار بيزد اون انجينيرنج ستاديز عن دراسات هندسية يعني، ولا دي ما ينفعش يبقى في فرق بينهم عشان المفروض يكونوا زي بعض بالظبط. And the correct answer is B. Can exist because standard costs represent what costs should be, whereas budgeted costs represent expected actual costs. طبعا ده الفرق الواضح والصارخ بين الـ standard cost والـ budgeted cost. التكاليف المعيارية هي التكاليف اللي المفروض تكون under how to say that تحت الظروف المثالية، اللي هو كل حاجة ماشية تمام وكل حاجة زي الفل ومفيش أي عطلة، مفيش أي أجازات، مفيش أي حاجة، فهي دي الستاندرد كوست. إنما البادجيتد كوست بتاخد في اعتبارها بقى الحاجات دي زي الأجازات الطارئة أو مواعيد الصيانة الأوريدي محددة اللي معروفة لازم تتعمل كل فترة، والأجازات أيام الجمعة والكلام ده كله، كل ده بياخد في اعتباره البادجيتد كوست. فهي البادجيتد كوست أقرب أكتر للواقع، إنما الستاندرد كوست هي التكلفة تحت الظروف المثالية. طبعا بقية الاختيارات كلها غلط.
Question number 112. The term gross margin for a manufacturing firm refers to axis of sales over cost of goods sold, excluding fixed indirect manufacturing costs, all variable costs, including variable selling and administrative expenses, cost of goods sold, including fixed indirect manufacturing costs, manufacturing cost, excluding fixed manufacturing cost. هو بيقول لنا الترم بتاع الجروس مارجن اللي هو الربح الجروس مجمل الربح ده معناه مبيعات مطروح منها ايه؟ هل مطروح منها الكوست اوف جود سولد ونشيل منه الفيكسد مانيفاكتشرنج كوست ولا مطروح منه كل الفاريبل كوست انكلودنج الاس ان اي سيلين اند ادمنستريتيف ولا بنطرح منه الكوست اوف جود سولد انكلودنج محتويه على الفيكسد مانيفاكتشرنج كوست ولا بنطرح المانيفاكتشرنج كوست ونشيل منها الفيكسد مانيفاكتشرنج and the correct answer is cost of goods sold including fixed and direct manufacturing cost. طبعا according to the absorption كل التكاليف الانتاجيه بتعتبر inventoryable cost كلها بتخش في cost of goods sold فعلشان كده الجروس مارجن هو السيلز ماينس كل المانيفاكتشرنج كوست. طبعا انت دايما بتفترض لو هو ما قالكش variable costing انت دايما بتفترض ان انت شغال على absorption cost لان هي دي اللي مسموح بيها under gap. طبعا ال variable cost والحاجات دي كلها بيبقى for internal reporting. فهو لو ما قالكش صراحة ما قالكش في السؤال صراحة ان هو بيتكلم عن ال variable costing فانت already اعمل حسابك ان هو بيتكلم عن absorption cost. Question number 113. Companies characterized by the production of basically homogeneous products will most likely use which of the following methods for the purposes of averaging costs and providing management with unit cost data? Job order costing, direct costing, absorption costing, or process cost. قوي لنا الشركات اللي بتنتج منتجات متشابهة أو تفتكروا عن المنتجات المتشابهة والمنتجات المختلفة غالبا بتستعمل اي نظام من دول هل الجوب اوردر ولا الدايركت ولا الابزوربشن كوستنج ولا البروسيس كوستنج اند ذا كوريكت انسر از اوف كورس بروسيس كوستنج زي ما قلنا البروسيس كوستنج هو اللي بيبقى بيناسب اكتر الشركات اللي بتنتج منتجات متشابهه والجوب اوردر كوستنج بيناسب اكتر الشركات اللي بتنتج منتجات مختلفه. Question number 114 A standard cost system may be used in process costing, job order costing, activity costing. هو انا بيقول لك نظام الستاندرد كوستنج لو انا بحدد الستاندرد من قبل الاكشوال داتا ما تجيلي وابدا احمل التكاليف الستاندرد اللي انا حددتها دي على المنتجات بعد كده اقارن الاكشوال بالستاندرد وطلع الفارينسز فبيقول لنا ممكن يستخدم في البروسيس كوستنج والجوب اوردر كوستنج والاكتيفيتي كوستنج فهو بيقول لنا بصراحه ممكن يستخدم في اني من دول هل يس يعني ينفع في الثلاثه ولا ينفع في البروسيس وما ينفعش في الجوب والاكتيفيتي ولا ما ينفعش في البروسيس ينفع في الجوب اوردر وما ينفعش في الاكتيفيتي ولا ما ينفعش في ولا واحد and the correct answer is A yes الستاندرد كوست سيستم طبعا ينفع يتطبق تحت اي نظام من دول سواء انا شغال اكتيفيتي اي بي سي او شغال جوب اوردر كوستنج او شغال بروسيس كوستنج ممكن استعمل الستاندرد طبعا. Question number 115 consider the following information for Ricardson company for the prior year the company produced 1000 units and sold 900 units both as budgeted, there were no beginning or ending work in process inventories and no beginning finished goods inventory, budgeted and actual fixed costs were equal, all variable manufacturing costs were affected by production volume only, and all variable selling costs were affected by sales volume only, budgeted per unit revenues and costs were as follow, the data on the revenue will cost, the contribution margin earned by Ricardson for the prior year was 25.2 thousand, 28,000, 31,500, or 35,000. Okay. هنا ادانا الداتا عن شركه اسمها ريكاردسون بيقول لنا الشركه دي انتجت 1000 وحده وبعت منهم 900 ما كانش عندنا اي ورك ان بروسيس ولا اي فينيشد انفنتوري في البدايه ويقول لك البادجيت والاكشوال فيكسد كوست كانوا ايكوال يعني ما كانش في اي فاريانسز والفاريبل مانيفاكتشرنج كوست اتاثرت بالبرودكشن فوليوم بس والفاريبل سيلينج كوست اتاثرت بالسيلز فوليوم بس. اوكي وبعد كده بيقول لك البادجيتد بير يونت ريفينيو اند كوست ادالك الداتا بتاعتهم وطالب منك الكونتريبيوشن مارجن طبعا عارفين الكونتريبيوشن مارجن هو الفرق بين السيلين برايسز او السيلز والفاريبل كوست اند ذا كوريكت انسر از 25.2000
طبعا عشان تجيب الكونتريبيوشن مارجن هتطرح السيلينج برايس عندك 100، تطرح منه كل الفاريبل كوست اللي دايركت ماتيريال 30، دايركت ليبر 20، فاريبل مانيفاكتشرنج 10، وفاريبل سيلينج كوست 12. الفيكسد سيلينج كوست هي فيكسد، والفيكسد مانيفاكتشرنج والفيكسد ادمنستريتيف كل دول مصاريف فيكسد مش هتاخدها في اعتبارك. هتطرح ال 100 من كل الكلام ده كله، هيدي لك الكونتريبيوشن مارجن بير يونت اللي هو 28. تضرب ال 28 في السيلز، خلي بالك ما تضربهاش في البرودكشن، نضربها في السيلز اللي هي 900 وحده، هيدي لك 25 و200. question number 116: consider the cost of goods sold calculation showing below. This is an example of which cost measurement technique: normal costing, standard costing, either actual costing or normal costing, either normal costing or standard costing. تمام، هو مدينا داتا عن حساب الكوست اوف جود سولد، بيورينا الكوست اوف جود سولد احنا حسبناه ازاي، ويقول لنا الطريقه دي تعتبر طريقه النورمال كوستنج ولا الستاندرد كوستنج، ولا ممكن تكون اكشوال وممكن تكون نورمال، ولا ممكن تكون نورمال وممكن تكون ستاندرد. And the correct answer is D, either normal costing or standard cost. طبعا يا جماعه انت مجرد ما شفت هنا ان في variable overhead variance، في variance معناه ان احنا مش شغالين actual، شغالين يا اما نورمال يا اما ستاندرد، لان في الطريقتين انت التكاليف اللي انت بيبقى الفارينس اللي بيحصل بين الاكشوال وبين الستاندردز، لو كان immaterial، لو كان نسبته قليله ضعيفه، بيخش دايركتلي في الكوست اوف جود سولد. فطبعا الاجابه هنا مش نورمال، بس يعني لو نورمال موجوده والستاندرد مش موجوده كنت اخترتها، لو الستاندرد موجوده والنورمال مش موجوده كنت اخترتها. بس طبعا عشان في اختيار هنا بيقول لك ايذر دي او دي، يعني اما نورمال او ستاندرد، فيبقى دي الاجابه الاصح. طبعا الاجابه مش سي، لان سي فيها اكشوال، وطالما انت عندك فاريانس هنا اوفر هيد فاريانس يبقى انت مش شغال اكشوال. وبي واي مش صح، لان هي مش نورمال بس او ستاندرد بس، هي ممكن تكون دي وممكن تكون دي. question number 117: the budget for a product is as follows. ادالك داتا عن البادجت بتاعتنا. The budgeted contribution margin for this product is 5.5 مليون، 5.3 مليون، 4.5 مليون، or 3 مليون. اه ادي لك الداتا عن البادجت وطالب منك الكونتريبيوشن مارجن. طبعا احنا حفظنا خلاص الكونتريبيوشن مارجن هو السيلز ماينس الفاريبل كوست، كل الفاريبل كوست سواء مانيفاكتشرد او مش مانيفاكتشرد. And the correct answer is A, 5.5 مليون. وعلشان نحسب الكونتريبيوشن مارجن، اه هو هنا مش مدي لك السيلز اصلا، هو ادالك الانكم، ادالك الانكم على طول، ما ادكش السيلز في البادجت. فانت الاول محتاج تحسب السيلز وبعد كده تطرح منه الفاريبل. طب هتحسب السيلز ازاي؟ هتاخد الانكم وتضيف عليه كل التكاليف اللي حصلت عشان توصل لاول لاين في البي ان ال، قائمه البروفيت. عشان توصل لاول لاين فيها هتاخد الانكم بتاعك وتضيف عليه كل التكاليف دي، هيطلع عندك 10، يبقى 10 مليون ده السيلز. بعد كده اطرح منه الفاريبل بس اللي هو عندك الماتيريال اند ليبر 4 مليون، دي فيكسد مش عندك. سيلز كوميشن فاريبل طبعا 500,000، ادفايزنج فيكسد، اذر ماركتنج فيكسد، اللوكيتد ادمنستريتف طبعا فيكسد. فهتطرح الاربعه والنص مليون بس، هيدي لك 5 مليون ونص. question number 118: company manufactures clocks and sells each clock for $30. variable manufacturing expense for each clock is $18. the company plans to sell 400 clocks this month and anticipates incurring $2,600 of fixed expenses. What will be the company's total contribution margin this month? 2.2000, 4.8000, 7.2000, or 12,000. Again, we give you data and share, and we give you the selling price, and we give you the variable cost, and we give you the fixed cost, and we give you the number of units that we need to sell, and we ask you to calculate it. And the correct answer is B, 4.8000. Contribution margin, as we said several times, is sales price ناقص الفاريبل كوست. 30 عندك السيلز برايس، الفاريبل كوست عندك 18 بير يونت، هيدي لك $12. ده الكونتريبيوشن مارجن بير يونت، اضربه في عدد الوحدات ال 400 هيدي لك 4.8000. طبعا مش هتستخدم ال 2.6 الفيكسد اكسبنسز خالص، لان انت بتحسب الكونتريبيوشن مارجن مش الاوبريتنج انكم. question number 119: which one of the following is least likely to be a reason to adopt a standard cost system? Setting standards at an ideal level can motivate employees. Standard cost system identifies what the level of cost should be and who should be responsible for the costs. Utilizing standard costs tend to simplify record keeping. Costs of using standard costing are low relative to cost of using actual costs. هو بيقول لك
انهي واحد من الاسباب ديت اقل سبب. خلي بالكم من ليست وموست، الحاجات دي بتوقع ناس في الامتحان. ليست لايكلي يعني اقل واحد من دول ممكن يكون سبب ان انا استعمل الستاندرد كوست. هل اول حاجه، هل ان انا لما بحط ستاندرد كوست عند الايديال ليفل اللي هو المستوى المثالي، هل ده بيموتيفيت الامبلوي، بيشجع الموظفين، ولا ان الستاندرد كوست سيستم ده بيحدد المفروض التكاليف تكون ايه، ومين كل واحد بيبقى مسؤول عن كل تكلفه، ولا ان استخدام الستاندرد كوست بيسهل الريكورد كيبينج ولا التسجيل، يعني التسجيل المحاسبي، ولا ان تكاليف الستاندرد كوستين اقل من تكاليف الاكشوال كوستين. And the correct answer is A. Setting standards at an ideal level can motivate employees. طبعا ده اقل واحد فيهم ممكن يكون سبب، لان انا لما بحط الستاندرز هاي قوي، بعمل الستاندرز عاليه قوي، ممكن الامبلويز يعني لو هم الامبلويز دول يعني ناس جامدين قوي وكويسين قوي، ممكن ده يموتيفيت ديم ان هم يحققوا التارجت ده. بس في نفس الوقت ممكن يجي نتيجه عكسيه، ان هي الناس تحس ان التارجت ده impossible to achieve، صعب جدا ان احنا نحققه، فيجي معاهم بنتيجه عكسيه ويبداوا ما يعملوش الكلام ده وما يحاولوش ان هم يوصلوا، لان هم كده كده حاسين ان هم مستحيل يوصلوا ليه. فده طبعا اقل سبب ان انا ممكن اعمل بيه ستاندرد كوست. انما بي هي فعلا الستاندرد كوست بيحدد لك ايه هو الليفل بتاع التكلفه عند كل حاجه، عند كل مرحله من المراحل، ومين الشخص المسؤول عن التكلفه دي. وطبعا هو بيسهل الريكورد كيبنج، بيسهل التسجيل، لانك بتبقى محدد التكلفه دي ستاندرد من قبل بدايه السنه، وكل وحده بتنتج اوريدي بتاخد التكلفة بتاعتها. وطبعا ده بيخلي برضو زي ما بيسهل الريكورد كيبنج، بيسهل بيقلل التكلفة، غير ان انت تقعد تدور على كل وحدة اتكلفت قد ايه اكشوال، وتقعد تحسب والكلام ده كله، طبعا جهد زيادة وفلوس زيادة، ولازم تستنى بعد ما العملية الانتاجية كلها تخلص عشان تحسب، وطبعا مش feasible. Question number 120. Fixed manufacturing overhead cost totaled 150,000 and variable selling cost totaled 75,000. How should these costs be classified under variable costing? Zero period cost and 225,000 product cost, 75,000 period cost and 150,000 product cost, 150 period cost, 75 product cost, or 225 period cost and zero product cost. أنا بقول لنا التكاليف الفيكسد عندنا كانت 150,000 المانيفاكتشرين، والفاريبل سيلينج variable selling cost كانت 75,000. هو بيقول لك المفروض التكاليف دي تتعامل ازاي تحت نظام ال variable cost. هل كلها product cost ولا كلها period cost، ولا ال 75 هنحسبها period وال 150 product، ولا ال 150 هي period وال 75 product؟ And the correct answer is D. ال 225 كلهم period. زي ما احنا قلنا ان ال variable cost بتفرق عن ال fixed cost، بتفرق عن ال absorption costing، ان هي بتحسب الفيكسد مانيفاكتشرنج اوفر هيد انها بيريد كوست. تمام. فال 150 دي هتبقى بيريد، لو كنا بنستخدم الابزوربشن كوست كان ال 150 دي بقت برودكت. اوكي. انما ال 75 دي سيلين اكسبنسز، الاس ام اي تحت اي نظام هي على طول بيريد كوست، عمرها ما بتبقى برودكت كوست. فال 75 برضه هتبقى بيريد، فطبعا هيبقى ال 225 كلهم بيريد ومفيش اي برودكت كوست هنا. Question number 121. Consider the following information for Ricardson Company for the prior year. سؤال ده عدى علينا برضو. الشركة بتاعت ريكاردسون دي اللي انتجت 1000 وحدة وباعت 900 بس. اوكي. وهنا طالب بيقول لنا assume that the company uses variable costing. The operating income for the prior year was. هو بيقول لنا لو احنا بنستخدم ال variable costing، ال operating income بتاعنا هيبقى كام؟ And the correct answer is C 14.8 thousand. اوكي. طبعا يا جماعه احنا خلاص حفظنا الفرق بين ال variable costing وال manufacturing costing، ان ال variable costing كل ال fixed manufacturing بيروح على ال period cost، انما ال absorption cost بتاخد كل ال manufacturing expenses في اعتبارها هي تحسب ال cost of goods sold. تمام. فاحنا عايزين نحسب ال operating income. ال operating income عندنا بيساوي ايه؟ هيساوي sales بتاعتنا ناقص الكوست اوف جود سولد تحت الفاريبل، تحت الفاريبل كوستنج، ناقص الفيكسد مانيفاكتشر، لاننا هنا بنحسب الاوبريتنج انكم، فكده كده هنخصم الفيكسد مانيفاكتشرنج، ناقص الفيكسد سيلينج،
والفيكسد ادمنستريتيف والفاريبل سيلينج كوست. اوكي، فهناخد ال 900 وحده اللي احنا بعناهم في 100، ده هيدينا السيلز بتاعنا، وهناخد ال 900 في 30 زائد 20 زائد 10 يعني 900 في 60، ده الكوست اوف جود سولد بتاعتنا. وبعد كده نطرح الفيكسد كوست، بس هنطرح هنا ايه بقى؟ 5 في 1000 اللي احنا انتجناه كله. زي ما قلنا ده الفرق بين الفاريبل كوستنج والابزوربشن كوستنج. لو كنا شغالين ابزوربشن كوستنج كنا هنطرح اللي اتباع بس، يعني كنا هنطرح 900 في 5، لكن هنا بنطرح 1000 في 5 ناقص ال 900 في 12 الفاريبل سيلينج ناقص ال 3600 وال 1800 اللي هو الفيكسد اس ان اي هيدينا 14800. ممكن تحسبها بطريقه ثانيه ان انت تجيب الكونتريبيوشن مارجن للوحده الاول 900 في 100 ناقص 30 ناقص 20 ناقص 10 ناقص 12، وبعد كده تطرح ال 5000 وال 3600 وال 1800 هيديلك نفس النتيجه برضو 14800. Question number 122. Company uses a standard cost accounting system. Data for the last fiscal year are as follows. There were no price efficiency or spending variances for the year, and actual selling and administrative expenses equal the budgeted amount. Any volume variance is written off to cost of goods sold in the year incurred. There are no work in process inventory. The amount of operating income earned for the last fiscal year using variable costing was. Okay. هو ادانا الداتا بتاعت الشركه، بيقول لنا الشركه دي بتستخدم الستاندرد كوست سيستم، وقال لنا ان ما كانش في اي برايس افشنسي او سبندنج فارينسز، ما كانش في فارينسز ليها علاقه بالبرايس بالسعر المنتجات او الرو ماتيريال، ولا الافشنسي في استخدامنا للرو ماتيريال، ولا سبندنج فارينسز اللي هو الفرق بين الاكشوال كوست والستاندرد كوست. وقال لنا في الاخر ان اي فوليوم فاريانس اللي هو الفرق التكاليف الثابته الستاندر عن البادجت نتيجه ان انا انتجت عدد وحدات مختلف، ده الفرق بين الفوليوم فاريانس والسبندنج فاريانس. السبندنج فاريانس هو ان انا كنت عامل حسابي ان انا هصرف 150000 فيكسد كوست، صرفت 200000، فال 50000 الفرق دي سبندنج فاريانس. انما لو انا كنت عامل حسابي ان انا هصرف 150000 وصرفت فعلا ال 150000 لكن انتجت عدد وحدات زياده فتكلفه الوحده بقت اقل، هو ده الفوليوم فارينس. فخلي بالكم من الفرق بين الاثنين دول. اوكي، وبعد كده بيقول لك ما كانش في اي دبليو اي بي، ما كانش في اي ورك ان بروسيس، وبيقول لنا عايز يعرف الاوبريتنج انكم كان ايه للسنه اللي فاتت. And the correct answer is B22.5000. طبعا عشان نحل السؤال ده محتاجين نعرف، عشان نعرف الاوبريتنج انكم محتاجين نعرف السيلز، محتاجين نعرف المانيفاكتشرنج كوست، ومحتاجين نعرف الاس ان اي كوست. اول حاجه هنحدد السيلز بتاعتنا هي عدد الوحدات اللي بعناها 750 في سعر البيع اللي هو 200 هيدينا 150000، كده جبنا اول حاجه السيلز. بعد كده عندنا هنا لو لاحظت هيقول لك ان احنا عملنا برودكشن 700 لكن بعنا 750، والستاندرد فيكسد مانيفاكتشر احنا كنا حاسبينها على 20 يونت كان على اساس ان احنا هننتج 750، تمام، لكن احنا في الاخر انتجنا ايه 700 بس، فهنا هيبقى في بقى فوليوم فارينس زي ما انا قلت لكم. اوكي، فانا انتجت اقل من اللي انا كنت عامل حسابه، معنى كده ان هيبقى في فوليوم فارينس هيضاف للتكلفه. يعني ايه؟ لما انا ده هنا بيوضح لك الاوفر ابلايد والاندر ابلايد. لو انا كنت عامل حسابي ان انا هحمل كل وحده 20 دولار بس، اوكي، وبعد كده انا المفروض كنت عامل حسابي ان انا هنتج 750 وحده، تمام، يعني انا التكاليف بتاعتي 15000، فانا قلت انا هنتج 750 يبقى كل وحده هتاخد 20، لكن جيت في الاخر انتجت ايه؟ انتجت 700 وحده بس. اوكي، فانا كده وانا تكلفتي 15000 لكن انا انتجت 700 وحده وحملت على كل وحده فيهم 20، يعني انا حملت على التكاليف 14000 وانا تكاليفي 15000، يبقى معنى كده ان في 1000 انا ما حملتوش، يبقى انا الفيكسد كوست عندي كانت اندر ابلايد، يعني انا حملت تكاليف اقل من التكاليف اللي انا حملتها. فالمفروض ان ال1000 ده هو هنا في السؤال قايل لك ان اي فوليوم فارينس بيتحط على الكوست اوف جود سولد على طول، فالمفروض ان ال1000 الفرق بين الاكشوال فيكسد والتكاليف اللي انا حملتها ال1000 دي المفروض تضاف على الكوست اوف جود سولد، تمام؟ كده عرفنا ان في 1000 المفروض تضاف. نحسب بقى الكوست اوف جود سولد بالنسبه للفاريبل كوستنج، هناخد ايه؟ هناخد ال 750 اللي احنا بعناها في ال 90 هيدي لك 67500، دي تكاليف الكوست اوف جود سولد العاديه، هنزود عليها طبعا ال 1000
بتاع الفرق اللي احنا حسبناه هنا هيبقى 68500. يبقى جبنا السيلز وجبنا الكوست اوف جود سولد، فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الفيكسد مانيفاكتشرنج اوفر هيد اللي هو انا بقى حملتها اللي هي 14000، وبعد كده الاس ان اي هو مديها لك على طول 45. هتاخد ال 150 تطرح منهم ال 68500، تطرح منهم ال 14000، وتطرح منهم ال 45، هيدي لك 22500. Question number 123. Using management by exception allows managers to focus their attention on areas that have deviated most from expectations, non-administrative costs and revenues, unfavorable variances or variable cost and revenue. هو بيقول لك هنا استعمال management by exception. Management by exception هو ان الإدارة بالاستثناءات، ده ترجمتها الحرفية. أنا مش هشرحها لك، أنا شرحتها لك أنت تعرف الحل، أنت المفروض تعرف الحل الأول. المهم ان هو بيقول لك المانجمنت باي اكسبشن دي بتساعد المانجرز ان هم يركزوا على ايه؟ هل يركزوا على المناطق او الاماكن اللي كان فيها ديفيشن كتير عن الاكسبكتيشن، يعني كان فيها انحراف بعيد قوي عن الاكسبكتيشن سواء فيفربل او ان فيفربل، ولا ان هم يركزوا عن المصاريف النون ادمنستريتيف، المصاريف اللي مش اداريه والايرادات اللي مش اداريه، ولا ان هم يركزوا على الان فيفربل فاريانسز، الفاريانسز او الانحرافات السلبيه بس الان فيفربل، ولا ان هم يركزوا على الفاريبل كوست اند ريفينيو، المصاريف والايرادات الفاريبل المتغيره. And the correct answer is A, areas that have deviated most from expectations. طبعا المانجمنت باي اكسبشن شرحه بقى دلوقتي، هو ان انا بحط بادجت وبمشي عليه، وبعد كده لما باجي بقيم ببدا اركز على الحاجات اللي كانت بعيده قوي عن البادجت، بس ما بركزش مع كل حاجه. وده طبعا بيساعد المانجرز او الاداره العليا ان هم ما يضيعوش وقتهم في حاجات بسيطه وتافهه وكده، لا يضيع وقته ويركز في الحاجات المهمه اللي هي حصل فيها انحراف كبير عن البادجت اللي احنا كنا حاطينه. فطبعا يبقى الاجابه ايه؟ هي الاجابه الصحيحه. اوكي، دي كانت نهايه يونت 4، ده اول يونت اخلصه الحمد لله. عقبال ما نخلص بقيه الشهاده كلها ان شاء الله. برضو زي ما بقول في اخر كل فيديو، لو اي حد عنده اسئله بخصوص الفيديو ده او بخصوص الشهاده عامه يسيبها لي في كومنت تحت الفيديو، ولو عنده اي اقتراحات لتحسين الطريقه اللي احنا بنقدم فيها الفيديوهات او طريقه الشرح او طريقه حل الاسئله، وعنده اي اقتراحات عامه بالنسبه للقناه برضو يسيبها تحت في كومنت، وانا ان شاء الله هحاول احققكم كل الاقتراحات بتاعتكم. وشكرا جدا ليكم، وان شاء الله اشوفكم في يونت 5 اللي جايه، نبدا يونت 5 ان شاء الله اصعب شويه من يونت 4، فشدوا حيلكم وربنا يوفقكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.